على كفن تورينو اللي هو كفن المقدس أو كفن الرب، جسد الرب يسوع المسيح. زي ما قلت في البداية هحاول ما اتكلمش أو ما أكررش الحاجات اللي موجودة في كتاب الكفن المقدس، كتاب رائع طبعا ومهم جدا، ويريد حضراتكم كلكم ترجعوا له، وفي معلومات كافية جدا وقوية جدا ورائعة جدا. لكن إيه الفكرة بتاعته؟ إيه الفكرة الموضوع ده؟ لأن الكتاب ده كافي. الكتاب ده طبعا اتنشر في سنة 1983 ميلادية، أفتكر أن أنا قريته حتى وكنت صغير يعني وقتها. ولكن لو تقروا في آخر الكتاب بيقول أنه ومنتظرين حيتم قريبا تحليل الكربون المشع لكفن تورين، لو تفتكروا هذا الأمر. الحقيقة خدوا عينات من أطراف الكفن المقدس وحللوا الكربون المشع وقالوا ده بيعود للقرن ال 13 الميلادي. ومن ساعتها طلعت الصيحات المهللة المكبرة لكل أعداء الإيمان إن هو أهو ثبت فشل كفن تورينو، وده مش كفن الرب يسوع المسيح. فاهمين الفكرة إيه؟ ده الفكرة العامة. ففي البداية الملف اللي بتكلم عليه هنا أو الجزء اللي هتكلم عليه دلوقتي في كفن تورينو، يمكن هحاول أتكلم باختصار، الصوت بيقطع أنا آسف رغم أن أنا علمت المايك قدامي يعني ثابتة، لكن معلش البلتوك الجديد عامل لي مشاكل. طيب يبقى الصوت عندنا كويس، لو حضرتك تسمحي تخرجي وتدخلي مرة تانية يبقى كويس. ربنا يبارك حضرتك أستاذ الحبيب مسيح إلهي. فالملف ده مش عشان أأكد أن كفن تورينو هو كفن الرب يسوع المسيح بطريقة قاطعة، رغم أن أنا أؤمن بالأدلة وبالإيمان أن ده بالفعل كفن الرب يسوع المسيح، ولكن أنا أقلم المستوى ده بكتير أن أنا اللي أقول الكلمة القاطعة وخلاص. أنا هقدم الأدلة وكل واحد يقبل أو يرفض، ولكن أنا بتكلم أو برد أو بقدم أدلة على المشككين اللي بيأكدوا بطريقة قاطعة أن ده مش كفن الرب يسوع المسيح، كما لو أصبحوا هم من الخبراء العارفين بكل شيء. فهمني؟ الناس اللي توصلوا لمبدأ أن ده بالتأكيد مش كفن الرب يسوع المسيح، طب جبتوا التأكيد ده منين؟ تعال ندرس الموضوع بأمر علمي وليس بناحية إيمانية، رغم الناحية الإيمانية أهم، ولكن لما بيجي مع المشككين سواء مسلمين أو ملحدين لازم ناخد الناحية العلمية شوية لغاية ما نشيل حجر العثرة من أمامهم، بعد كده نبدأ ننطلق فيما بعد في الروحيات. كويس؟ الملف ده طبعا بيقدم دراسات مختلفة، فبنقله عن أصحاب هذه الملفات وهذه الدراسات، وأيضا بعض الحاجات اتذكرت في كتاب طبعا الكفن المقدس، ولكن أضاف عليها أبحاث أخرى، فهكرر حاجات بسيطة من اللي ذكرت في كتاب كتكملة، ولكن مش غرضي أن أنا أقول الكلام اللي اتذكر في الكفن المقدس. القصة الكفن المقدس اتذكرت بالتفصيل، ولكن حاجات بسيطة. طبعا التاريخ اللي هو ما قبل 1390 عليه اختلافات بسيطة، ولكن تقدروا ترجعوا وتراجعوا هذه الفترة بكويس جدا في كتاب الكفن المقدس، فححاول زي ما قلت يعني اختصرها، ولكن اشير الى ادلة مهمة في ايدينا نقدر نراجعها. نقدر نقسم تاريخ الكفن المقدس للفترة من بداية اورشليم لغاية القسطنطينية، من بطرس من ساعة مراحل القبر وابصر اللفائف الممدودة، طبعا نتوقع من الطبيعة أنه هو يأخذها ويلتقطها بطريقة عفوية، ديك اللفائف بتاعة جسد الرب يسوع اللي هو يؤمن به، ونعرف أنه هو أكيد كان يحتفظ بها ويهتم بها ويراعي هذه الأمور. لو حناخد بعض الإشارات، معلمنا بولس الرسول بيقول في غلاطية 3:1: أنتم الذين عرضت أمام أعينكم صورة يسوع المسيح المصلوب. الصورة دي اترسمت إزاي؟ هل أخدوها من صورة كفن اللي كانت موجودة في تورينو؟ أم حاجة تانية؟ علامة تساؤل فقط، ولكن تستدعي أن احنا نفكر فيها.
المهم الكفن ده نلاقي بعض الكتابات القديمة الأبوكريفية المرفوض فكرها، ولكن بناخد منها بعض الأمور التاريخية أحيانا بتبقى دليل تاريخي مهم حتى لو الفكرة اللي فيها خطأ ومرفوض. فمثلا إنجيل منحول أو مرفوض أو إنجيل أبوكريفي من اللي هو إنجيل بطرس المنحول يعود إلى منتصف القرن الثاني الميلادي، لما بيتكلم على الكفن وبيقول تساؤلات أنها تشير من اللحظة الأولى تداول المسيحيون أخبار الكفن والرداء والصورة وجميعها أغراض تخص معلمهم وحبيبهم. المعلومة الوحيدة اللي نستفاد بيها كتاريخية من هذا الكتاب أن المسيحيين من القرن الأول الميلادي كانوا محتفظين بالكفن والرداء والصورة اللي تخص الرب يسوع المسيح. دي بس معلومة تاريخية بيقولها لنا الكتاب ده. في قصة مشهورة اللي هي قصة رواية أبجر الخامس اللي هو يقال أن الملك ده في أيام المسيح لما سمع عن معجزات المسيح كان مصاب بالبرص، لما سمع بالحاجات اللي بيعملها الرب يسوع المسيح وشفاء المرضى طلب أرسل رسالة مع بعض الرسل أن يأتي للمسيح يطلب منه أن يأتي إليه ليشفيه، ولكن الرب يسوع المسيح ما تمكنش طبعا للذهاب منه لأن كانت خدمته في أورشليم أو في اليهودية. فبعد ما تم الأمر الرسل بعد موته وقيامته كان في اضطهاد حاصل ضد المسيحيين في أورشليم، فخدوا فرصة أن هم يهربوا الكفن من أمام أعدائهم، وأرسل الكفن مع تداوس الرسول إلى الملك كهدية. الكفن اتطبق إزاي؟ يقال إن هو اتطبق 4 تطبيقات، هو كان طويل قطعة قماش واحدة، فلما اتطبق 4 تطبيقات يبقى الوش اللي فوق الوحيد اللي ظاهر هو صورة وجه الرب يسوع المسيح، الصورة النيجاتيف اللي احنا عارفينها. يقال حسب التقليد ان هو الملك لما تسلم من الرسول تداوس الصندوق اللي محطوط فيه وجه زجاجي محطوطة فيه او العلبة اللي محطوط ليها وجه مش باين منها من الكفن غير بس صورة الرب يسوع المسيح، لما لمسه شفي تماما وآمن بالرب يسوع المسيح، وبسببه آمن واعتمد ناس كتير من الشعب، وحافظ الملك على المنديل أو العلبة دي اللي فيها الكفن اللي مش ظاهر منها غير صورة الرب يسوع المسيح. طبعا الرسول تداوس تابع رسالته تبشيرية في أديسة ومحيطها لغاية ما وصل لبيروت، وبعد كده مات وتنيح ودفن. دي صورة قديمة اللي باصص معايا في الموقع دلوقتي، كنت نزلت اللينك لحضراتكم ونزل اللينك مرة تانية للي حب يتابع. الأيقونة دي محفوظة في دير القديسة كاترينا في سيناء، تعود لما يعني ما بين 945 ل 975 يعني قبل 1350 ميلادية. يعني بالفعل الكفن موجود من ما قبل الألفية، يعني من ما قبل نهاية الألفية الأولى الميلادية. دي حقيقة عندنا أدلة عليها مش من التقليد بس، لكن عندنا أدلة أيضا مادية، صور مرسومة لهذا الكفن أنه كان موجود. عشان كده اللي يقول الكفن اخترع أول مرة في القرن الـ14 1300 وشوية ويستخدموا تاريخ الكربون المشع لتأكيد هذه الحقيقة، هم بالحقيقة مخطئين. الرواية دي لسه موجودة ومكررة ومحفوظة في الليتروجيا السرياني اللي معمول بيها في الطقس نص الصوم، وتذكرت على أيدي مؤرخين كتار ترجع للقرن الرابع لغاية السادس الميلادي. فنلاقي كده عندنا أدلة أيضا ليس من القرن العاشر ولكن ما قبل ذلك من القرن الرابع لغاية السادس الميلادي اللي تؤكد على هذا الأمر. أوكي. أيضا يوجد نصوص منقولة على نص الرسالة بتاعة الملك أبجر إلى الرب يسوع المسيح اللي هو بيطلب منه يأتي علشان يشفيه، ذكرها مؤرخين كتير. فأيضا دي حاجة من الأدلة المهمة، ومن ضمنهم يوسابيوس القيصري أشار إليها. فكده نلاقي أدلة تشير بطريقة غير مباشرة لموضوع الكفن،
من قبل القرن الرابع حتى احنا بنتكلم دلوقتي في القرن الثالث الميلادي. معايا لغاية دلوقتي؟ مش بس يوسبس القيصري، غيرهم كتير من المؤرخين، ونلاقيها باستمرار هذه القصة موجودة في التقليد ومستمر. لما حصلت المشكلة في القرن السابع والثامن الميلادي وقصة تحطيم الأيقونات واتهام الأيقونات أنها هرطقة وأوسان وحاجات زي كده، والقصة بتاعة القديس يوحنا الدمشقي ودفاع عن الأيقونات، ولما قطعوا له إيده، والسيدة العذراء لما صلى واستشفى صلى ربنا واستشفع بالقديسة العذراء مريم وكان بيصلي أمام الصورة بتاعتها مش للصورة بتاعتها، ظهرت له القديسة العذراء مريم وشافت إيده، وطبعا هذه المعجزة تشهد على أنه اللي كان بيعمله كان صحيح ودفاعه عن الأيقونات كان صح. أيضا لما حصلت القصة دي كلها كان في مشكلة في الكفن ده لأنه في الصورة، فكانوا لازم يخفوا الأيقونة اللي على الكفن بتاع الرب يسوع المسيح. ففي الفترة دي هي الفترة اللي اختلف فيها اختفى فيها الكفن، وتذكروا بعد كده لو هنرجع لكتاب الكفن المقدس بيحكي لنا ان هم اخفوه في مدينة أديسة فوق البوابة وفضل مختفي هناك فترة طويلة جدا ومحدش كان يعرف، لغاية ما اكتشفوه فيما بعد لما جه طوفان وابتدوا يرمموا بعض أبواب المدينة ولقوا في حلم المكان واحد مطران أديسة في حلم أشير إليه لمكان الاختفاء الكفن، فراح وجابه زي ما كان محفوظ فوق البوابة. كويس، أرجو يعني أنا ممكن هحاول أختصر شوية من الجزء التاريخي، المهم هحاول أعديه بالكامل الجزء التاريخي عشان حضراتكم ما تزهقوش منه، معظم الكلام ده مذكور، ولكن عندنا أدلة تاريخية كتيرة جدا على الكفن المقدس وانتقاله من قرن إلى قرن وجيل بعد جيل وحفظه في هذا الأمر. في أسماء مخطوطات كتير تحتفظ بهذا الموضوع، وفي أسماء أباء كتير، وفي مؤرخين كتير حافظوا على تاريخ الكفن اللي يسمى المنديل الكبير أو المنديل المطبق اللي كان موجود واستمر ووصل إلينا حتى الآن. ده كله من قبل القرن أو قبل 1350 أو 1390 ميلادية لغاية ما ظهر الكفن المقدس وأعلنت هذه الأسرة أنها تمتلك الكفن المقدس، فيوجد أدلة كثيرة جدا على وجوده. مش هتكلم على اللي حصل في الفترة الحديثة برضو مذكورة في كتاب الكفن المقدس اللي حب يرجع إليها، زي ما قلت لحضراتكم أنا بس حابب أختصر، هرجع أو هدخل مباشرة في العلوم اللي بتدرس الكفن المقدس. الكفن المقدس ابتدوا يعني علوم كتيرة بتدرسه علشان تتأكد، وكمية الأبحاث اللي اتعملت عليه كتير عشان يتأكدوا من أصالته، فقرروا يعملوا اسم علمي لدراسة كفن المسيح. فراهب اسمه بياترو سكوتي، الراهب ده أستاذ في جامعة جنوب إيطاليا جوني إيطاليا، ده اللي أطلق الكلمة اللي هي أصبحت فيما بعد تعرف باسم دراسة الكفن، وده كان سنة 1976. الكلمة اللي أطلقوها هي كلمة اسمها سيندونولوجيا. يعني إيه كلمة سيندونولوجيا؟ بنلاقي الكلمة دي فيها تخصصات مختلفة، تعني هي كلمة يونانية متركبة من كلمتين، سيندو أي كفن، ولوجيا يعني العلم أو أولوجي اللي احنا عارفينها لما بنقول أي حاجة فيها أولوجي، بيولوجي، هيستولوجي، أي حاجة دايما بتحط فيها كلمة أولوجي اللي هي علم، ولما بنعربها بنقول عليها لوجيا. فأصبحت كلمة سيندونولوجيا أو سيندونولوجيا اللي هو معناه دراسة أو علم الكفن. معايا حتى الآن؟ لو الصوت الإضافي اللي بيظهر لو ما فيش غير حضرتك بتسمعه يبقى احتمال شغلت الموقع والإعلان بدأ،
آسف لأن الموقع ده بيبقى فيه إعلان في البداية قبل النقل، فبتلاقي حضرتك بيحصل هذه المشكلة. لو عايزيني أبطل الوقف النقل، أنا مش عارف إيه مشكلة الموقع ده بقية الأيام دي، معلش صلولي هحاول أدور على موقع تاني يبدأ ينقل بطريقة أحسن من كده، لأن فيه مشكلة فعلا بقية في الموقع ده المرة اللي فاتت والمرة دي، وخاصة قدام شوية هنبتدي ندخل في بعض الموضوعات العلمية المهم جدا انت تشوف حضراتكم فيها فيديوهات وتشوفوا فيها صور، بدون الصور مش هتبقى واضحة، هتبقى مشكلة لحضراتكم. فحاول اوعدكم حاضر ان انا احاول اشوف موقع تاني ينقل افضل. لو عايزين احاول ادخل بالاسم التاني واشغل الكاميرا وتتعرض في الروم، لأن فعلا موقع ده بقى مشكلة، فسامحوني ادوني لحظات معلش خلوكم معي. أشكركم على تحملكم لحظات. لو يحب هشغل الكاميرا باسمه فويس كراينج، فما حدش ينقطني ارجوكم. اوكي، فدلوقتي الكاميرا هكون مشغلها وهي هتلاقوها بتعرض الصورة، فمعلش الناس اللي باسماء سودا انا اعتذر لغاية ما اشوف حل لمشكلة الموقع اللي بنقول منه اللي بقيت مشاكله كتيرة قوي بالحقيقة يعني، فحاول اشوف صرفة للموضوع ده كويس. المهم نرجع للموضوع بتاعنا، وعرفنا العلم اللي بيدرس الكفن المقدس اسمه ايه، واصبح ده السندولوجيست بالانجليزي هو اللي بيستخدم كتير، مع ملاحظة ان الكلمة دي ليها اصل كتابي، ان معلمنا مرقس الرسول في انجيله لما بيتكلم على كفن المسيح استخدم كلمة سندون في انجيله، فعشان كده يعني الكلمة دي موجودة، بس هي أصبحت علم الكفن. بدأت بعض الدراسات زي مثلا عالم الأثار موريس بيليت، ده صور لكفن المسيح، وقال القماشة دي اتصنعت في منطقة صيدا. الخلايا استنتج هذا الأمر إن هو لما درسوا الأقمشة القديمة، هو واحد من الناس الكبار المتخصصين في الأقمشة القديمة، لما قاموا بالتنقيبات الأولى في مكان الصلاحية في سوريا ومناطق غيرها، لما لقوا بالفعل القماش اللي موجود في هذه المنطقة يختلف عن الكتان اللي موجود في مناطق مختلفة كتير زي العراق ودمشق وغيرها، ده مميز جدا للقماش من منطقة بالفعل منطقة إسرائيل. حاجة مهمة في البداية يمكن البعض بيشك فيها، بيقول ليه هي حتة قماش طويلة مش اسلوب الكفن اليهودي، هشرح لكم اسلوب الكفن اليهودي باختصار شديد وليه هو مش اسلوب الكفن اليهودي. البعض حتى من ضمن المشككين بيقول لو ترجعوا لقصة أليعازر كان مربوط والأقمطة كانت في كل مكان وكان لازم يفكوه علشان يقوم، وده بالفعل السؤال ده بيتسأل. ندرس مع بعض أسلوب الكتابات اليهود بتعمل إيه لما إنسان يهودي بيموت، وده من مواقع يهودية ليست من مواقع مسيحية،
طبعا بيعملوا الآتي، إن هم أول حاجة بينقلوا الميت لبيت الجناز، خدمة بيقوم بيها مدير الجناز، بيستخدم المكان المعد للجناز. بعد كده بتبتدي تعدي مراحل إعداد الجسد، هي أول مرحلة اللي هي مرحلة الغسل والتكفيف والتنقية. الغسل دي أول مرحلة، بعد كده بيغسلوه لازم بمية كتيرة، بعد كده يجفوه وينقوه من أي معادن وأي أتربة وأي حاجة زي كده، بعد كده بيبتدوا يلبسوا الجسد. ده بيتم بواسطة جمعية اليهود الخادمين، وبيبقوا اليهود متدينين متبرعين بهذه الخدمة، وبيقوموا بصلوات معينة طويلة إلى حد ما، إن ربنا يحمي المتوفي للرحمة الراحة الأبدية، ويأخذ أجرة سنوية والكلام ده كله، وبيحطوه في ثوب التكفين اللي هو بيسموه التكريكيم. التكريكيم ده بيبقى أبيض مفهوش جيوب، والإيدين بتاعته مربوطة، ومن كتان نقي. بعد كده بيحطوه في كفن من الخشب الكوشر، بعد كده بينقلوا الميت إلى المدفن، وده من موقع جويش بيورال، وده موجود على النت وتقدروا ترجعوا لو تحبوا حضراتكم. بعد كده المراحل لو درسناها بأكثر تدقيق، اللي هي الكديشة أو المجموعة المقدسة، مجموعة الدفن اليهودية اللي بيكونوا متبرعين سواء رجال أو نساء، وبيبقى ليهم كل واحد منهم ليه دور معين، وبيعدوا الميت للتكفين اليهودي بطريقة لائقة. أهم حاجة يتأكدوا أن الجسد تمت عليه علامات الطهارة. يعني إيه الطهارة؟ إن هي زي ما قلت الغسل والتطهير الدقيق، وخاصة من الدم، لأن بالنسبة لهم الدم ده شيء نجس، فلازم الإنسان حتى لو ميت في حادثة أو غيره قبل ما يدفن لازم يكون مفهوش أي أثار للدم متبقية عليه. ليس من الأقارب بمعنى عام، بالفعل أستاذة كابري، ليس من الأقارب يعني ما تكونش للأم ولا الأخت ولا الأبناء، أقارب اللي هم من الدرجة الأولى، دول اللي ما بيشتركوش في العملية دي. خطوات التطهير بعد ما بيكملوا الغسل كويس ويقروا بعض الحاجات من الكتابات اليهودية، وزي ما قلت كتيرة، بعد كده الخطوة مهمة قوي أنا آسف فوتها فمعلش سامحوني أرجع لها مرة تانية، وهي خطوة نقل الكفن من المكان اللي مات فيه، أو نقل الجسم من المكان اللي مات فيه إلى مكان الجناز. بيعملوها ازاي؟ بياخدوا الجسم او الجسد الميت بيحطوه في كتان ملفوف عادي، ولما يودوه بيت الجناز بيفكوه. الأقمطة هي المرحلة النهائية، التكريكيم اللبس اليهودي بتاع الدفن اللي بيتربط وحاجات زي كده وحوار لحضراتكم منظره ده في النهاية، لكن المرحلة الأولانية هو اللي بيكون ملفوف بس بشريط كبير كتان. دي أول إشارة توضح لنا أن الرب يسوع المسيح كان ملفوف إعدادا لمرحلة التطهير، ودي هرجع لكم مرة تانية بس أرجو أن حضراتكم تتذكروها. أول مرحلة بياخدوه من مكان اللي مات فيه لغاية بيت الجناز اللي هيبتدي يعدوا فيه الجسد للدفن، بيحطوه في كتان ويلفوه في كتان عادي، لا يربطوا ولا يعملوا حاجة. ياخدوه بعد كده إلى البيت الجناز ويبتدوا يكشفوا الجسد من الكتان اللي لفوه بيه، ويبتدوا بعد كده يطهروا الجسد، يغسلوا الجسد بعناية، كل الدم لازم يدفن مع الميت على جنب، اي جرح بينزف لازم يتوقف النزيف بتاعه، ويتاكدوا ان الجسد ما لهوش اي سوائل بيولوجيه بتخرج دم او بلازما او غيره، علشان يتاكدوا ان الجسد بقي طاهر، لان بالنسبه لهم الخلو الروح اي سوائل بتخرج من الجسم زي الدم ده خلو روح ومعناه ده نجاسه. وطبعا تقدروا ترجعوا لسفر اللاويين اصحاح 10 هتلاقوا الامر ده تفصيلا. أي أتربة طبعا تانية وأي حاجة تانية وأي معادن وأي خواتم وأي حاجة زي كده لازم تتشال بالكامل. المية بعد الجسد بعد كده بيتطهر بالمية سواء بالغمس أو بتيار من المية الجاري، فلازم يكون مية كتيرة. بعد كده يجففوا الجسد بعناية شديدة
بعد ما يجففوه يبتدوا يحطوه في ملابس التكفين، ودي المرحلة الأخرانية، ويحطوا بعد كده كتان ويلفوه بالشاش فوقها ويربط الجسد. يعني الربط ده في الآخر وليس في الأول. الرب يسوع المسيح الكفن بتاعه مش بتاع الربط. بعد كده بيتحطوا شريط بيسمى شريط الكفن، ويدفن في طبقة، ويحطوا شوية تراب حوالين أجزاء من الجسد، وبيحطوه بعد كده في القبر بتاعه. بعد كده يقفلوا القبر كويس ويتساب، محدش يدخله مرة تانية خالص، ولا حد بيروح بحنوط ولا بأي حاجة زي كده، لغاية ما يموت شخص تاني. لما يموت شخص تاني يحطوا الشخص التاني، والأولاني اللي كان مات من سنة من سنتين ياخدوه يحطوه فيما يسمى بعضامة. معايا متابعيني حتى الآن؟ يمكن الأمر ده ما تذكرش في كتاب الكفن المقدس، ولكن حيوضح لكم حاجات مهمة قوي أعتقد على قد ضعفي. من شروط التكفين اليهودي أن الدفن يتم بأسرع وقت ممكن. بعد الوفاة يعملوا الطهارة على طول، ويحطوا الحنوط ويعزلوا الجسد ويربطوه بالتكريكيم اللي هو لبس التكفين اللي يتربط كويس، ويدفنوا الجسد. يعني بيطلبوا أن يكون الدفن غالبا في نفس اليوم أو تاني يوم بالكتير، فيما عدا بعض الاستثناءات. الاستثناءات دي لو كان الشخص قرايبه المهمين عليه بعاد ولازم يشاركوا في مراسم الدفن، ممكن ينتظروهم يوم علشان يحضروا. أو لو الشخص مات طبعا على بداية يوم السبت، ما يقدروش يعملوا حاجة في يوم السبت، فلازم يستنوا لغاية ما يجي يوم الحد. شكل التكريكيم علشان تبقوا حضراتكم عارفينه، اللي تلف بيه اليعازر، ادي بيبقى شكله، عبارة عن جلبية طويلة وبتتحط فيها حتة قماشة بعد كده، ده الشكل بتاعها لما بيجهزوه. وبعد لما بيلفوه بتلاقي حواليه 6 أشرطة بالمنظر ده، اللي متابع معايا، والـ6 أشرطة بيغطوا الوجه بمنديل قماش، وده سبب لخبطة لناس كتيرة على فكرة، وحشرحها ليه لما أرجع للكفن المقدس لأنها نقطة مهمة. بعد كده يربطوا الـ3 أطراف عند الرقبة والصدر والحقوين بالطريقة دي. ممكن إنسان يقوم إلى حد ما، يعني يتني ويتعدل في قعدته، ولكن ما يقدرش يمشي. علشان كده لعازر يقدر يقوم ولكن ما يقدرش يتحرك ويمشي خطوات بسهولة براحته. عشان كده السيد المسيح قال فكوه، لأن ده بيبقى شكل الإنسان لما بيدفن في التكريكيم اليهودي، مش ده اللي دفن فيه السيد المسيح. ايه اسباب تأجيل دفن السيد المسيح بالطريقة اليهودية المعروفة؟ ان هو كان ليلة السبت، وليلة السبت ما يقدروش ياخدوا ويعوروا عليه الصلوات دي كلها، ويكفنوا ويغسلوا الجسد ويتوممهم بعمليات التطهير، ويستنوا الجروح كلها لما تنشف وتبطل كل الافرازات بتاعتها، وبعد كده يبتدي يعملوا عملية العزل بالسيوت والكلام ده كله ويحطوه في التكريكيم. ما كانش عندهم الوقت ده لان السبت كان لاح، وخاصة السبت ده مش أي سبت، ده السبت ده كمان السبت عظيم، لأنه السبت اللي جاي مع الفصح اللي في أسبوع الفطير، فما كانوش يقدروا يعملوا هذه الأمور دي كلها. عشان كده كل اللي عملوه لفوا جسد السيد المسيح بكتان، حطوه في القبر علشان يوم الحد يروح يطهروا الجسد. فاهمين الفكرة؟ ده يفسر لنا ليه المريمات أصلاً راح يوم الحد الفجر بعد ما جمعوا حنوط كتير ومستنين كان الناس يجوا معاهم. فكل اللي عمله يوسف الرامي ان هو خد جسد المسيح لفه بكتان نقي، لفه، ده مش التكريكيم، ده مش لبس الدفن، ده مش زي اللبس اللي كان لابسه لعازر ساعة ما كان موجود في القبر، لكن خده ولفه، حط عليه شوية حنوط
وحطوا في القبر ودحرج عليه حجر كبير، وكانوا عارفين المكان فين علشان لما يخلص السبت يأتوا ويدفن ويكفنوا الجسد بطريقة صحيحة. فهمتوا الفكرة؟ اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي 7، اللي عايز نشرح تاني الحتة دي باختصار يكتب لي 5. واضحة؟ كويس قوي. عرفنا ليه جسد السيد المسيح ما كانش متربط بالأكفان، ولكن جسد لعاذر كان متربط. ليه جسد السيد المسيح كان عبارة عن قماشة كتان فقط، ولكن لعاذر كان مربوط حواليه ومنديل محطوط حواليه. وفهمنا ليه المريمات، خاصة مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة، اشتروا حنوط علشان يأتوا ويدهنوه، رغم دي مش عادة يهودية معتادة، لأن بعد ما بيدفنوه خلاص خلص، لكن هم جايين للدفن الأساسي لأن المسيح لسه ما تمتش عملية التطهير حواليه. ده أسلوب دفن أستاذ، زي ما الفراعنة كانوا بيلفوا شاش بالكامل على كل الجسد اللي بيموت. ليه بيلفوا شاش بالكامل؟ ليه أسلوب الدفن بتاعه؟ اليهود 6 أشرطة بيعقدوها 3 عقدات، ده أسلوب دفن يهودي. عشان كده الجسد السيد المسيح لا يوم ينظف من الدم، لم ينزع الكتان الأول بتاع النقل وليس التكريكين بتاع الدفن، هو ده اللي كانت حط بيه في الأول، وهو ده الكفن المقدس اللي بنتكلم عليه. لأن حتى يدفن إنسان بالدم بتاعه بالمنظر ده غير مقبول لليهود، ولا حتى للي قتلوا عقابا، فيما عدا استثناءات حاجات بسيطة لكن مش موضوعنا الآن. ده اللي يوضح لنا ليه الكفن قماشة الكتان دي التصقت بجسد الرب يسوع المسيح، لأنه الدم متغسلش، اتحط شوية حنوط بسيطة فيها شوية زيوت بسيطة، ولكن ما لحقتش تغسل كل حاجة. علشان كده كمان ما حطوش تراب على الأكفان اللي هي اللي بيعملوها فيما بعد، يحطوا تراب طبقة على الكفن بعد ما يحطوه في المرحلة النهائية. ونفهم ليه كانوا المريمات ومعاهم الآخرين اللي بيقولوا عنهم، اللي هو غالبا يوسفوس، يوسف ونيقوديموس، كانوا خارجين ليتمموا عملية تطهير الجسد. وطبعا كانوا حيروحوا يستأذنوا من الجنود الرومانيين أو يشوفوا حد يدحرج لهم الحجر في حضور الجنود الرومانيين ويطهروا جسد المسيح ويتمموا التكفين بتاعه بالكامل، ولكن لما راحوا كان الرب يسوع المسيح قد قام بالفعل. فكفن تورينو ليس الكفن اليهودي التقليدي، كفن تورينو هو كفن القماش الأول بتاع النقل وليس التكفين النهائي. قطعة القماش اللي بيتلف بيها مؤقتا. طيب ايه قصة المنديل اللي بيحكيه لنا الكتاب المقدس؟ المنديل ده يختلف عن منديل التكفين اليهودي. منديل التكفين اليهودي بيبقى عبارة عن قطعة شاش بتتحط على الوجه بالفعل، لانه بيتعقد 3 عقد زي ما قلت، عند الكتفين وعند البطن وعند الحقوين، وبيتحط منديل من شاش. ده مش المنديل بتاع الرب يسوع المسيح. ايه قصة المنديل بتاع الرب يسوع المسيح؟ ده منديل تاني بيربطوا بيه الفك بالقمة الرأس من فوق، وبيبقى ماشي على الجنبين مش على الوش. علشان البعض بيقول بصوا المسيحيين كدابين ازاي، كفن تورينو صورة المسيح مطبوعة على الكفن، ازاي مطبوعة على الكفن وكان فيه منديل والكتاب المقدس بيشهد بموضوع هذا المنديل؟ لانهم مش فاهمين ايه المنديل اللي بيتكلم عليه، المنديل المؤقت ده. انا ما عندي صوت على فكرة، الموقع اللي بينقل شغال، لو حد يحب يدخل فشغال كويس دلوقتي، اشكر ربنا. اللي يحب برضو يكمل، علشان هعرض لكم عينات من القماش وحاجات زي كده كتير لو تحب حضراتكم. وباسم الصليب يعني يكمل، وربنا يدبر باسم يسوع يفضل شغال كويس. المهم
فوصف، طيب هو معلش غالبا أستاذ كمال من دون ما يقصد نط على المايك أو حاجة زي كده حصلت، أتمنى يكون عندي صوت تاني. فهمنا الفكرة دي كلها إزاي، علشان كده لما يجي حد يشكك في كفن تورينو كدليل تاريخي ويقول المنديل في الإنجيل يشهد أن كفن تورينو ده خطأ، لا هو مش فاهم معنى المنديل إيه. أو اللي يجيب لكم أسلوب الدفن اليهودي ويقول لكم ده يشهد أن كفن تورينو خطأ، لا هو مش فاهم المراحل بتاعة تكفين السيد المسيح كانت كده وليه. اعتقد ده بيدي بعد تاريخي او بعد بيئي لكفن تورينو نفهم بيه اكتر ليه الكفن ده كان معمول بالطريقة دي. كويس، دي مرحلة مهمة كان يهمني ان انا اوضحها لحضراتكم. ده طبعا صورة الكفن ان الناس دخلت وتبتدي تشوف معايا، وهو يعني دل قطعتين القماش جنب بعض، ولكن هو بالطول يعني دي وبعدها دي. ده شكل كفن تورينو. ده المكان اللي موجود فيه كفن تورينو طبعا في تورينو، وده الصورة اللي موجودة على الكفن، لكن اللي بينزل الكفن ما بيشوفهاش بالطريقة دي، وهشرحها لحضراتكم واتشرحت بالحقيقة تفصيلا في كتاب الكفن المقدس. ده نوع القماش اللي قلت لحضراتكم عليه اللي بدأوا يحللوا الألياف بتاعته ويشوفوا شكلها ايه. لقوا الألياف دي وأثار الدم واضح عليها، أو الهيموجلوبين واضح عليها، جاي من كتان بري، ده النوعية بتاعته اللي هو لينم أنجتسفيليوم، وده مش الكتان الصناعي المشهور في أوروبا، ولكن ده الكتان بتاع منطقة فلسطين. ده الاسم العلمي أو الساينتيفيك نيم بتاع نوع الكتان اللي اتدفن فيه جسد الرب يسوع المسيح، أو اللي اتحط في جسد الرب يسوع المسيح. الكتان ده نوعه جيد، ما بيتأثرش بالشد أو بالفرق، لونه مائل للإصفرار، طوله 4 متر و42 سنتي، وعرضه 1 متر و13 سنتي. نوع النسج بتاعه من نوع اللي يسمى السرجة، اللي هو نوع قديم جدا، مش أنواع المصانع ولا حتى الأنواع الحديثة في القرون الوسطى. يعني السرجة دي كانت بتبقى حاجات متعرجة، بيمر الخيط تحت 3 خيوط، وليس النوع المعتاد دلوقتي الخيط اللي بيمشي كروسنج بس، فده حاجة قديمة. بيمشي بموازاة أول خيط بعد كده بزاوية، وده اللي بيسموه السدة. آدي المنظر اللي حضراتكم تشوفوه، خيط بيعدي ما بين 3 وبعد كده بيمشي بزاوية، مش النوع العادي اللي احنا عارفينه في معظم الأنسجة اللي احنا بنشوفها الأيام دي، ودي من زمان من القرون الوسطى معروفة الصناعة دي اللي هي الكروسنج ايتش اذر، اللي هي الخيط بتعدي تحت فوق تحت فوق تحت فوق، فاهمني؟ لو تبصوا الخيوط هنا معمولة بطريقة مختلفة عن الصناعة العادية المعروفة، خيط بيعدي تحت 3 ويمشي بطريقة مايلة، بعد كده تاني يعدي تحت 3 ويمشي بطريقة مايلة وهكذا، يعني حاجة نوعية محددة الشكل ومعروفة من فين. الاسلوب ده لما درسوه تاريخيا الأنسجة دي كانت بتتعمل ازاي بالشكل ده في منطقة اليهودية في القرن الأول الميلادي. كويس، اللي يبص في قطعة القماش يشوفها ان هي متألفة او مكونة من قطعتين، واحدة أساسية كبيرة وأخرى جانبية صغيرة. القطعة الأساسية طولها 4 متر 42 سنتي وعرضها 1 متر و4 سنتي، القطعة الجانبية طولها 3 متر 87 سنتي وعرضها 9 سنتي بس، ودي اللي ناقصة عند الأطراف 16 سنتي من جهة و 38 سنتي من جهة تانية. نقطة دي مهمة قوي،
ليه؟ لأن القماش بتاع الكفن المقدس مش قطعة واحدة، قطعتين. علشان كده كان المتوقع اللي ياخد عينة الكربون المشع ياخد الكربون المشع كعينات من القطعتين مش قطعة واحدة، ما ياخدهاش من القطعة الجانبية بس. فهمني في النقطة دي؟ اللي عايز فعلا كان يعرف تاريخه هو بدقة، كان يعرف تاريخ القطعتين ايه، مش ياخد بس القطعة الجانبية الصغيرة، ياخد منها العينات ويحللها. ودي نقطة مهمة، مش هتكلم في أمانة أو عدم أمانة، ولكن فقط ملاحظة. كويس؟ القطعتين المتلاصقتين زي ما قلت لحضراتكم الأساسية، والصغيرة الثانية اللي هي 9 سنتي بس، القطعتين دول متخيطين في بعض، ولكن شكل الخياطة بتاعتهم مختلفة. الأولانية بالخياطة المعروفة في القرن الأول الميلادي، ولكن الثانية بشكل خياطة مختلف. القطعة الثانية أسلوب الخياطة اللي فيها بالفعل تعود للقرون الوسطى. يعني أنا عندي قطعتين قماش، الأولانية بالشكل ده والثانية ملاصقة ليها بالشكل ده، أنسجتهم وخياطتهم في بعض مختلفين عن بعض. عرفت أنا رايح فين بالفكرة دي؟ فبناء عليه لما يتاخد الكربون المشع وبالفعل يتاخد من القطعة الجانبية الصغيرة ويطلع تحليله القرن الـ13 أو الـ14، مش خطأ، ولكن ده مش زمن الكفن السيد المقدس، الكفن الجسد المقدس. فهمتوني؟ لغاية سنة 2002 لولا ما بدأت عمليات الترميم للكفن، حتى الفترة دي يعني ساعة ما تمت الأبحاث بتاعت كفن تورينو أو الكفن المقدس أو اللي طبع الكتاب سنة 1983، ما كانش تمكنوا من دراسة خلفية الكفن. كانت الدراسة فقط للجهة الأمامية فقط. ليه؟ لأنه الكفن كان متثبت في بطانة كبيرة بتسمى بطانة هولندا. دي البطانة تثبتت في الكفن من سنة 1534، أول مرة يفكوها كان في سنة 2002. كويس؟ إجابة سؤال حضرتك أستاذ كريزي، هو إنسان نكرة ولكن بيقدم بعض المعلومات فليس لشخص شيء، ولكن ركز بس في المعلومات اللي بتتقال ليس في الشخص المتكلم، هو ده بس اللي يهمك. ايه اللي حصل في سنة 1534؟ كان بعض الراهبات جابوا البطانة دي علشان يثبتوا عليها الكفن ويحافظوا عليها ويحافظوا على قطعة القماش بتاعة الكفن وبتبقى سند ليه. كويس؟ على الأسف معلش طيب، علشان بس مش عايزين تشتيت. كويس. بعد كده كان في غطاء تاني من لون أحمر اتثبت أيضا عليها في سنة 1868 ميلادية. لأن كان في غطاء أول محطوط على القطعة دي اللي اتحطت اتثبتت عليه كان في سنة 1694، بعد كده في غطاء تاني كان أسود الأولاني، بعد كده في غطاء تاني كانت لونه أحمر في سنة 1868. فبدأوا يكشفوا البطاقة دي البطانة دي بالتدريج سنة 1978، ولكن شالوها بالكامل في سنة 2002. لما شالوها ابتدوا يقدروا يشوفوا بالسكانر حاجات ما كانوش يقدروا يشوفوها قبل كده بسبب البطانة.
حاضر. معلومة يمكن حضراتكم ما خدتوش بالكم منها، كل الدراسات اللي تمت على الكفن المقدس فيما قبل حتى بتصويره كانت بتصوره بالبطانة بتاعته اللي متثبت فيها من 1530 ميلادي، لأن البطانة دي هو متثبت عليها من الزمن ده، من القرن 16 الميلادي. ولكن قدروا يفكوا البطانة دي ويبتدوا بقى يدرسوا الكفن أكتر بسكانرز سنة 2002 ميلادي. عشان كده هتلاقوا بعض الحاجات مش موجودة، بعض المعلومات زي حاجات بسيطة قلتها لغاية دلوقتي ولسه في حاجات تانية هقولها مش هتلاقوها مكتوبة في كتاب الكفن المقدس، لأنه ما كانش ساعتها فكوا الكفن من البطانة بتاعته، ما كانش مسموح وقتها نقدر نقول كده. فقدروا العلماء يعملوا سكانر للجهة الخلفية، بعد كده اتوضعت البطانة مرة تانية للكفن. اتأكدوا من عدة حاجات، ان القماشة دي ما تعرضتش لعمليات تبييض ولا الألوان صناعية خالص، ولا يوجد فيها اي اثار للخياطة بطريقة محترفة على الاطلاق. فالآثار طبعا